بسم الله الرحمن الرحيم. ولاد وحبايبي، طلب التالتة استم. لما نيجي نتكلم على البليد باوندري انفايرومنتس اللي هو سيكشن 5، انا بركز على الباوندري بتاعت البليد. لو احنا بصينا للرسمه اللي قدامنا ديت، هبص الاقي عندي كونتيننتال بليد، عندي لها divergent motion اهي، عملت لي ريفت فالي اهي في النص. عندي هنا الاوشنك مع continental، لما تعمل لي convergent motion الشكل اهو بتبقى destructive، بيختفي او بيتفكك اللوح، ماشي، وبتعمل لي mountain chain. عندي الدايفرجنت موشن بتوين تو اوشانيك بليت، بتعمل لي الميد اوشن ريدج، وممكن يحدث ترانسفورم بليت باوندري، حدود انزلاقية من خلال فيرتيكال فولت. فيرتيكال في الفولت بلين، هوريزونتال في الموفمنت، ماشي. يبقى دي ترانسفير بليد بليد باوندري، وده دايفرجنت بليد باوندري. الدايفرجنت ديت بتبقى كونستراكتيف او بنائي. عندي هنا اوشانك بليد، وعندي هنا اوشانك او ليسوسفيريك بليد. الهوت سبوت اللي قلنا عليها ستيشنري سورس اوف ماجما under or beneath lithospheric plate، بتطلع منها الماجما، لو طلعت على السطح بتبقى لافا وبتعمل لي فولكينو شيلد. عندي هنا الاوشانيك بليت بتنزل تحت الكونتيننتال بليت كونفرجنت موشن. البروسيس اسمها سبدكشن. الجيولوجيك استراكشر اللي بيتكون اسمه ترنش. لو عندي تو اوشانك بليت، واحدة عملت سبدكت تحت واحدة تانية، بتعمل لي ايلاند ارك او استراتو فولكينو، تمام. بيعجبني جدا العنوان ده. العنوان ده بيكلمني عن البيلدنج فيتشر، الظواهر البنائية on earth surface. انا دايما قلت الكونستراكشن بيبدا من الدايفيرجنت باوندري اللي بتعمل بريكنج ان ايرث كراست. عمليه التمزق دي اسمها ريفتنج، زي ريفت فالي، تمام. سبدكشن زون اول حاجه اتكلمنا عنها لما رسمنا ال 11 وكوننا الاوشانيك بليت، وقلنا الاوشانيك بليت بتنزل تحت الكونتيننتال بليت، ماشي. convergent motion اللي بينزل فيها الاوشانيك بليت تحت الكونتيننتال بليت ويحصل له عمليه ريميلتنج وتكون هيتروجينيوس ماجما. ده بسميه subduction zone. يبقى انا لو جيت لتعريف subduction zone بقول عليه long narrow belt، حزام طويل ضيق، in which one plate move downward into the mantle beneath the edge of another plate. plate بينزل تحت ال edge بتاع another plate. convergent plate boundary، تمام. عملية الرفت أو التمزق long crack، قطع طويل في الليسوسفيريك بليت فورمد باي هوت مانتل بوشنج اب فروم بلو. المادة بتاعت المانتل الساخنة بتطلع من تحت لفوق. عملية الريفت او الشق ده لما بتعمل لي وادي كبير بسميه ريفت فالي. عشان كده اعرف لي ريلت فالي، ريفت فالي
قال لي انه لارج لونج فالي اون كونتيننت على القاره فورمد وير ذا كونتيننت از بولد ابارت باي فورس بريديوسد بيتقطع بواسطه قوه ومانتل ماتيريال لما المانتل ماتيريال رايزز اب بينيز ذا كونتيننت لما يحصل رابتشر او تمزق نتيجة الدايفيرجنت موشن ويتكون الفالي الريفت فالي ده مستقبلا هيبقى اوشن في الصورة ديت لما الليسوسفيريك اوشانيك بليت تنزل تحت الكونتيننتال بليت ويحصل لها ريميلتنج وتطلع تعمل لي فولكانيك ارك طب لو اوشانك نزلت تحت اوشانك نتيجة برضو الفاريشن في الدينستي هتعمل لي ما نسميه بالايلاند ارك والحتة المنخفضة عند مكان السبدكشن هسميها ترينش لو جيت اعرف الترينشز هقول ان الترينش لونج نارو الانجويتد ديبريشن منخفض طويل وضيق of the deep sea floor في قاع البحر العميق الهيدروثيرمال فينت اللي هي الفوهات الحرارية عبارة عن very hot spring in the ocean floor في قاع المحيط where heated mineral rich water exits from the cracks in earth's crust ودي الطريقة من طرق تكوين المينرال اور اللي هي بالهيدروثيرمال بروسيسز نلاحظ ان هي مكتوبة mineral rich water المية الغنية بالمعادن ساخنة هتتبخر والمعادن تترسب تكون لي المينرال اور او الاور النادرة على سطح الارض تمام الفولكانيك ارك بتبدأ من عمق من 200 to 300 كيلومتر الدبس ماجما is produced above the subducted plate هتطلع فوق السبدكتد بليت عشان هي less dense than the surrounded rock ولادو حبايبي لازم الكونسبت بتاع الهيدروثيرمال فينت لازم اي كلمه بقولها تبقى عندي في الذاكره الرسمه اللي قدامي دي ماشي او الصوره اللي قدامي دي مش عايز اقول رسمه لانها صوره طبيعيه لما اتكلم عنها ببساطه اتكلم من الفيتشر اللي هي اسوشيت الفولتس من الظواهر المصاحبه للفوالق اللي هي الهوت سبرينجز انا بتكلم على سطح الارض زي سخنه سبرينج اللي هي العين السخنه وزي حلوان سبرينج وزي عين حلوان ماشي وزي حمام فرعون كل دي تعتبر عيون مياه ساخنة طيب لو كانت طالعة من السي فلور هيدروثيرمال فينت مين اللي طالع منها هوت مينرال ريتش ووتر مياه ساخنة غنية بالمعادن طيب لما تتبخر المياه هيزيد الكونسنتريشن هتترسب المعادن طيب الهوت فينت ديت اللي هي موجودة تحت السيرفا سي ووتر
ب 2100 متر. ديت بلاي امبورتنت رول في الكيمستري بتاع الاوشن، عشان هي اللي بتعمل سبلاي للكيميكال تو اوشن ووتر، بتمد الاوشن ووتر بالمواد الكيماويه. وايل موست اوف ذا ديب اوشن كونتين ليتل لايف، انا عارف ان قاع المحيط في حياه قليله. من ديفرنت تايب اوف اورجانيزمز اكزيست اراوند ذا فينتس، ذيس ليفنج اورجانيزمز فاسينيت ساينتستس، they are the only organisms on earth whose immediate energy source is not sunlight. ما بتستمدش الطاقة بتاعتها من sunlight. instead بديل ذلك they get their energy from different chemicals in the water gushing out of the vent. بتاخد الانرجي بتاعتها من الهيدروثيرمال فينت اللي هي طالعه من قاع المحيط. This organisms include bacteria, tube worms, huge clams and eyeless shrimp. تمام، يبقى النوع ده من الانيمال بتستمد طاقتها مش من طاقة الشمس ولكن من الهيدروثيرمال فينتس اللي هي موجوده في السي فلور. اقولهم تاني، اللي هم البكتيريا تيوب وورمز هيوش كلامز اند ايليش شرم. الهوت سبوت اتكلمنا عنها بما فيه الكفايه، عرفنا ان دي الاستيشنري source of magma اللي هتعمل rising للايه؟ للماجما من بنيس الاسوسفيريك بليت وتطلعها كفولكينو او كلافا ايربشن. ماشي، زي ما عرفنا الهوت سبوت على انها ديت الاستيشنري سورس اوف ماجما بينيس الاسوسفيريك بليت، هلاقي اعظم هوت سبوت موجودة تحت الهواويان ايلاند قرب الرينج اوف فاير في الباسيفيك اوشن. انا في عندي الجريت ريفت فالي اللي هو في كولورادو ريفر، اللي هو الأخدود العظيم لنهر كولورادو، مش موجود عندي هنا في المرجع، بس موجود في مرجع السنة والعام. إن ارتفاع الشط فيه بس 1580 متر، يعني ارتفاع عمارة 600 دور. لو حسبناها إن الدور 3 متر إلا ربع، تمام. والنيو مدريد فولت ريبريزنت ان ابورت دريفت، يمثل ريفت بالنسبه لي اللي كونته سيرس من الهيت سبوت. ذس فولت ران داون ذا ميسيسيبيان ريفر فالي، ده اللي هو نازل من نهر الوادي بتاع نهر المسيسيبي. الكلام ده وهو بيتقطع وبتكون الكلام ده صاحبته largest series of earthquakes في اليونايتد ستيت outside of Alaska occurred in the new Madrid fault that took place in the early 19th century. اتكونت في بداية القرن التسعتاشر، يعني 1800 وي.
The earthquakes actually occur responsible for ringing bells. دي كانت بتدق ناقوس الخطر للنشاط البركاني قرب فيلادلفيا. They also used the Mississippi River to run backward. دي خلت مياه المسيسيبي ريفر تتجه للخلف. السبدكشن زون لما هيسبب الفولكينو هيعمل اكستنشن للكونتيننت يوم يعمل لها جروس، يبقى جروس اوف كونتيننت موجود عند السبدكشن زون. الساتشر زون ده الزون اللي موجود على الإيرث سيرفس اللي فيه اتنين كونتيننت أو أكتر بيتجمعوا مع بعض، ماشي، ويبقوا سنجل كونتيننت. احنا عارفين إن أوروبا وآسيا متصلين مع بعض، ما بيفصلهمش لا بحر ولا محيط، عشان كده بسميه أوراسيان بليت. أنا عارف إن في مجموعة من الهنود اسمهم التبت، نسبة إلى التبت بلاتيو أو هضبة التبل التبت اللي هي موجودة في شمال جبال الهيمالايا اللي تحتها إنديا واللي تحتها أستراليا واللوح اللي مكونه اسمه إندو أستراليان بليت. تمام؟ لما بيحصل ترانسفورم موشن بتبدأ تعمل لي الماونتين أو التشين اوف ماونتين. أخطر أنواع البليد باوندرز اللي هي الترانسفورم بليد باوندرز، سببها دمار بتسبب دمار شديد. لما انفصل الباسيفيك بليت عند منطقة كاليفورنيا كان ساندرياس فولت اللي هي صورته موجودة عندي هنا، اللي هو مثال على الترانسفورم موشن أو الترانسفورم بليت باوندري. يشبهه عندنا في مصر الأجبة جولف أو خليج العقبة. ادي الترانسفورم وضع عند هوت، وادي الميد اوشن ريدج اللي هو رأسي والترانسفورم اللي هو الافقي. تمام، ده ملخص شرح البليت تكتونيك بشكل بسيط. يبقى احنا كده خلصنا سيكشن 5. اسجل لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله سيكشن 7. شكرا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.